المصنع هذا موجود من قبل، كان على ملك سرطان زروق. بعد الثورة ولا قبلها جاء سي تقية هذايا أبارتير من 2010 حاجة كيما هكا. بي هو كي ياخذ رخصة من اللون واخذها على اساس الصناعات معناها كيفاش يقولوها الديكوراتيف حاجات كيما كيكا. بي بعد شنو ولا عمل هو ولا قلبه معمل يزور معمل يزور يطلب اجراءات وشروط معينه ويطلب حتى تعاودها رخصه هذه معناها دونك هو تو يخدم من غير رخصه. المصنع هذايا مصدر نتاع بؤس اهالي القلعه الصغيره، معناها مش منطقه سكنيه بقدر ما هي مقبره لاهالي القلعه الصغيره. المنطقه الصناعيه كيفاش يمكن ان تكون داخل منطقه سكنيه؟ هذه معناها هذه خطا، معناها نتاع المجالس البلديه المتتاليه على امتداد السنين اللي فاتت، ما كانش عندنا ثقه في لامبيو الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط، باعتبار ان التقارير اللي قدمتها الكليكيه كانت لفائده سي المعمل زروق. سيتي لو 6 فيفري 2013، نهارتها بالذات كنا غاديكيه مشينا، من غاديكيه كي حسوا لامبيو حست ان فما ضغط عليها، فهمت، ولاو هبطونا تقرير لأول مرة يفوت، معناها لأول مرة تقرير يدين صاحب المصنع. جات وزارة الصحة عملت التقرير نتاعها مع لامبيو، قالت له يتسبب في نسب عالية من أمراض السرطان، فما أبوبري فما 30% عرضة للسرطان، يعني 43 ألف ساكن في القلعة الصغيرة فما 18 ألف عرضة لمرض السرطان ووفاية يومية، وديجا حطت زادة في تقريرها يتسبب في أمراض القلب والشرايين وضيق التنفس وغيره من كل الأمراض هذيك. وديجا فما قافلة صحية توجهت للمدرسة الابتدائية متاع القلعة الصغيرة، لقات إنه فما نسبة عالية متاع أمراض منتشرة في صفوف معناها التلامذة الصغار، اللي هي ضيق التنفس، أمراض القلب، واللي هي معناها حسب التقرير متاع وزارة الصحة وحسب حتى الأطباء ورؤساء الأقسام في مستشفى سالون اللي ديجا شاكين بالمعمل هذايا، السبب الرئيسي فيها هو المصنع متاع الياجور. عام 2013 جاء المقترح متاع تكوين التنسيقية المحلية لحماية البيئة، مشينا فيه به، قعدنا مدة ما فماش معناها جوست محاضر جلسات وكهو ما فما حد شيء. بعد يقولنا برا خلينا نتحركوا للضغط على السلطة، كأنه معناها كنت تقول له راه فما تقرير نتاع وزارة الصحة يقول فما وفيات يومية، تخش عليه الحق في الحياة، حق معناها عادي انه يهدر، عادي انه يتسرق معناها. وقتها عملنا معناها عديد المحاولات، وقعت حتى مسيرات، وقعت اعتصام في المعتمدية، وتدخل الاتحاد الجهوي، اتحاد الشغل، فهمت، اي بورتون لا يحرك ولا هو ساكنا. صارت فما اتفاقيات مع وزارة البيئة والان بي او، وصاحب المعمل تعهد بإزالة التلوث، عطوه كيما نقولوا رسنامة معينة، مشاو فيها كيما نقولوا خطوات، وبعديك صارت كيما نقولوا القطيعة ووقفت الاتفاقية هذيا. فما إخلالات معناها ما بلوتو إصلاحات نتاع الرزنامة هذيا ما طبقهاش كيما نقولوا في الإبان. نورمالمون يلزم معناها تقول أنت باش بور معناها فما دي نورم أنو با دي باسي، مثلا يقول لك 10 ملي جرام بار نانومتر كوب، هذايا لو تو دو بوليسيون. أور معناها هو معناها فايت تقريبا معناها عشرات وبل مئات المرات، معناها لو تو معناها لا هو معناها ريكوني دو تو دي تو معناها دو بوليسيون انكسبتابل. اي بورتون لا هذه الحكومه هذه مش عارف ايش قاعدين نعمل، لا ان بو جبدت يدها، فهمت، قالت هذه باش نحيلكم على معناها وزاره الصناعه بطبيعه الحال الاوبجيكتيف نتاعهم هو التشغيل، يظهر وانه التشغيل وصحه المواطن معناها اون اريير بلان، بل ما يفكروش فيها. دونك الان بي او قامت بارسال الملف الى وزاره البيئه، وزاره البيئه وصلته هي لوزاره الصناعه والتجاره. من وقتها عملنا جلسين وزاره الصناعه والتجاره، دونك تعهد نتاع ولايه سوسه والسيد الوالي معناها بتوفير زوز قطاع ارض لنقل في المعمل، وتم ارسال المقترحات هذه لوزاره الصناعه، وتو نستناو جلسه اخرى معناها لتحديد رزنامه معينه، خريطه طريق معينه لنقطه المعمل،
ويزال التلوث في الفتره النقل هذه يكون زاد متمشين زوج مع بعضهم. اخي احنا مطالبين زعما باش نمدوا له ارض ولا هو صح هو الجلاد معناها يصبح ضحيه والضحيه معناها يصبح معناها مسؤولا يعني على دي نورمالمون تعطيها للمواطنين تعطي معناها تعويض على الضرر المادي والمعنوي والناس اللي قاعده تموت اجور لاجور. لحد الان ما فماش حتى جديد في الدوسي سوى استدعاء اعضاء التنسيقيه المحليه لحمايه البيئه من جديد الى التحقيق معاهم. قال شنو هاو مرة تعطيل سي العمل العادي، هاو مرة هضم القذف العلني، هاو مرة ما نعرفش شنو.